ومن كبار السن إلى موجات الجاذبية، حيث استضافت جامعة الشارقة بالتعاون مع مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك محاضرة بعنوان موجات الجاذبية قدمها دكتور أنتونيوس مانيوس سيكس. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه المحاضرة، وبعدها إن شاء الله نتواصل وياكم. من أجل تطوير وتعزيز التثقيف في علوم الفضاء والفلك في العالم العربي بشكل عام، ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، نظم مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك محاضرة موجات الجاذبية يومي 6 و7 من أكتوبر الجاري، والمحاضرة من تقديم أستاذ الدكتور أنتونيوس مانوسكس، المحاضر في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بالجامعة ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك. محاضر يومي على الموجات التجاذبية، وهي موجات هامة تنتج فقط عندما يتصادم أو تصطدم الثقوب السوداء. كنا من قبل نرصد السماء باستعمال تلسكوبات ما يسمى باستعمال الضوء من الأشعة غاما للأشعة الرادوية، فالآن لدينا طريقة لكي نرصد هذا الكون باستعمال الموجات التجاذبية، يعني وهي موجات هامة اكتشفت يعني أكثر من 100 سنة، ولكن رأيناها لأول مرة قبل فقط يعني 2 سنين، يعني فلأول مرة نرى أو نرصد الموجات التجاذبية عندما حدث الصدام ما بين ثقبين أسودين. احتضنت قاعة البيروني بمقر جامعة الشارقة اليوم الثاني من المحاضرة، التي طرحت بشكل تخصصي علمي مفهوم موجات الجاذبية، موضحة الفرق بين المفهوم القديم والجديد لموجات الجاذبية وفق قانون أينشتاين الذي يعرف الجاذبية بأنها انحناء الفضاء والزمن، كما قدمت العديد من المحاور التي تصب في ذات الموضوع، مستهدفة تعريف الحضور من طلاب وطالبات وأساتذة الجامعة في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بكلية العلوم، إضافة إلى طلاب أقسام الكليات المختلفة. اليوم المحاضرة تقديمية حول موجات الجاذبية، واستعرضنا من خلالها الموجات والتموج في نسيج الفضاء في الزمان والمكان، وماهية الموجات ومدى أهميتها، دور الثقوب السوداء في فهمها، وأهم التطورات في مجال دراستها وتحليلها، وأهم المراصد العالمية ومقياس التداخل ومحاور عديدة أخرى. أنا فاتتني خصيصا لأني عم بدرس أسترونومي يعني كمادة إلكتف يعني اختيارية، ففادتني كتير بالمساق مشان أقدر كفي فيه لآخر السنة. جدير بالذكر أن المحاضرة في يومها الأول احتضنها مقر مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وقد استهدفت عامة الجمهور.